السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم. استعدادات للعيد، كيفاش يتعدى العيد في مدينة مساكن؟ مدينة مساكن كما مستين كما تو، صلي على النبي، هي الهدرة. الناس فهمت تذبح الواحد وفرقوا الحمل جيرانهم ومالاهم، واحنا الحمد لله بلاد خير مساكن هذه، مازلنا كما قبل كما تو. والعيد ما تغيرش بالكل، ما يتغيرش العيد، هي عيد اسلامي ودين نتاع ديننا. اما العباد تغيرت والمفاهيم تغيرت والناس تغيرت، ما عادش الاهتمام الكبير كما بكري. بكري كان العلوش يحضروه بستة شهور وسبعة شهور في الدار، وما ثمش دار ما فيهاش علوش، والناس كل تربي العلاش، والناس كل كانت معناها تهتم برشا بالموضوع هذا. تو الموضوع هذا ولا عند شباب ما عادش يهتموا به برشا. عيشتنا قبل خير بنيتي، عيدتنا قبل خير بنيتي، اما تويكا بنات تو ما يعرفوا شيء. والله قبل خير. ما عادش قبل فما عادش قبل خير. يعجبني قبل خير العيدين والله. السلام عليكم. وعليكم السلام. العادات والتقاليد تختلف من بلاصه لبلاصه، لكن اكيد في مدينه مساكل عندها رونق خاص. تحكي لنا شويه على الاستعدادات للعيد. نعملوا قلايه ومشوي. هذا اول نهار. وثاني نهار شنو تعملوا؟ نعملوا الراس، نعملوا الدوار. الثاني نهار نعملوا خبز طابونه تاع العيد وكهو. خبز طابونه ومشوى وقلايه، هذا نهار العيد. احنا في العادة في مساكن يعملوا المشوي، يشوي او الكبده، يبداوا يذبحوا العلوش، ينحيوا الكبده وينحيوا شويه هبره، شنو يشوي شويه، من بعدين يبداوا يحضروا العصبانه، الدواره كي نقولوا الدواره، احنا نقولوا في مساكن عصبانه، يحضروها وممكن يطيبوا منها العشاء، ومن بعد يقعدوا في عقلهم المرات تقعد العلوش كل مره، ما تقص وتريق لك اللحم وتعمل القديد وتعمل العصبان الغاوي وشيء تخبيه وشيء ونفرقوا على الاصدقاء والعائلات، ونفرقوا على الجيران وعلى الفقراء، وكل معنا كل حد وكيفاش التفكير نتاعو. نتلموا العيله، يجوا ولاد اخواتنا، يجوا مالينا، نتلموا الكل كي معناها في دار الكبير. كاو يعملوا المشوي على الصباح، وبعد نطيبوا الفطور، ونتلموا العيد الكل كي، ولا يمشي ونوليو نزورو حبيبنا معناها ومالينا، وبعد يروحوا. الساعة ريق الدوارة تشوشت الراس، ما نخليهش يقبل، قطع الحم ونحيه، لا مش نعطيه لربي ولا مش نخليه ليلي، ونرد لهم شوية مرقة من غير حتى شيء، بالطماطم وبر. صلاة عيدكم مبروك تونس الكل. الشعب الجزائري، الشعب التونسي، نقول لهم عيد مبروك وكل عام وانتم بخير. كل عام وحنا حيين ان شاء الله، وانتم ثاني ما شاء الله عيدكم مبروك ومسعود علينا وعلى امه محمد الكل، وان شاء الله ايامنا كلها حلوه، وان شاء الله تونس بخير، واحنا ان شاء الله بخير وجماعه المؤمنين، وربي يعطينا بالوقت الطيب، وربي يسترنا ويستر امه محمد الكل. عيدكم مبروك يا جماعه. ان شاء الله عيدكم مبروك، نتمنى لكم عيد سعيد. ان شاء الله عيد مبروك، عيدكم مبروك، والعام انتم حيين بخير، وربي يعطينا بالايام الطيبه لنا ولأمة محمد، وربي يهدي أمة محمد الاسلاميه الكل كايا. قناتكم ان شاء الله ديما في ازدهار وتم في تقدم، وان شاء الله ربي يوفقكم للخير، وربي يوفقنا معاكم، وربي يجمع القلوب على محبه الله سبحانه وتعالى ويطيب قلوبنا جميعا. السلام عليكم.